السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم نكمل string. فهنا رح نعمل ال first أو نقدر نتأكد 100% من ال employee، حناخذ ال first name. حلو؟ أوكي first name هذا حنغلقه، وهنا نكتب first name. أيضا نحتاج string لل last name. Last name أيضا راح نأخذ من الامبلوي اللي هو هذا last name. Okay. Last. طبعا المفروض الحرف الثاني هو يكون small name. Okay. First name, last name هذا ما أعرف إنه ده يتحارش بيه بالسكايب. Last name. أيضا حامل string آخر، هذا string إلمن لل save، هذا أنا متأكد من عنده. Okay. زين هنا أنا شكتب أكتب save، أرجع للشكل أشوف أوكي تعدل ما عندي أي مشكلة. زين شو اللي راح يبقى؟ طبعا هنا أنا ما أتصور عندي فد شيء أقدر أضيفه أو أحب أضيفه. يبقى في الإديت ممكن أعمل مجموعة أشياء، يعني مثلا بدنا نلاحظ انه هاي الاشياء واحدة داخلة ببعض، فممكن اعمل مجموعة اشياء. مثلا اجي اكتب اندرويد اعمل لاي اوت، اللاي اوت راح يكون الاين، هعمل الاين بيرنت ليفت حيكون في اليسار، هذا حيكون في اليسار ترو، اي بمعنى انه انت قم بتحركة الادت الاول لليسار. و زين هذا من يكون باليسار جميل. الإدت الثاني الإدت الثاني شو حيكون مفروض هذا يكون last name. هنكتب اندرويد، في الاندرويد نعمل لاي اوت، هذا لاي اوت تو ليفت ليسار من، يكون يسار من منو؟ يكون يسار لل بس هذول موجودين، يكون يسار لللاست نيم صح ولا لا؟ الاي دي اللي هو لاست نيم، هختار اي دي المن لي اللاست نيم. طبعا هنا أنا مفروض انه انا عملت خربطة، ليش؟ لاحظ هذا اتس اوكي تكست، هذا التكست راح يكون في داخله حلو، بس هذا مو اي دي، مو هيج انتو لاحظتوا هذا الشيء، حامل اي دي، هذا الاي دي حسميها لاست نيم. اوكي لان هذا المحتوى string هي المحتوى اللي بداخله، وهنا أنا ايضا احتاج اندرويد اي دي، هذا الاي دي حيكون الفيرست نيم. جميل حيكون الفيرست نيم. حلو هسه هذا راح يكون ليسارة، لم يظهر شيئا يا محمد عيسى. زين افك منه يبقى شيء اخر، خلونا على البوتن لانه هو ده يسوينا شويه ازعاجات. البوتن رابر اوكي سيف، يحتاج عملنا على التكست، يحتاج انه نعمل له ايضا اي دي. الاي دي هذا حنسميها سيف، طيب احنا نحتاج له اي دي، هو احنا ما راح نغير بيها في الشيء صح، فاي ثينك ما يحتاج اي دي، التكست كان كافي عفوا، لكن حنعمل له لاي اوت، هي بمعنى ترتيب. اللاي اوت مالته حيكون لاي اوت بيلو، اسفل منه بيلو مثلا هو راح يكون هنا فيرست نيم لاست نيم، فراح يكون مفروض جوا اللاست نيم. طبعا ترتيب يمي شيء مهم جدا،
وين صار؟ خلنا سارة نشوف في الفضاء اللي احنا مسوينا. جميل جدا. زين ال edit text edit text width مالته 0، اخليها 100. حلو حلو، ظهر عندنا last name. زين هنا أنا احنا منطينا 0 دي بي، اي دي عنده ويث راب، هذا اللاست نيم. زين خلونا نشوف الوقت، نوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.